في عام 1928 قرر البرلمان التركي تعديل المادة الثانية من الدستور التركي بحذف القسم القائل أن دين الدولة التركية الإسلام وإدخال العلمانية حيز التنفيذ. في عام 1945 بدأت تركيا إنتاجها المحلي للمصابيح الكهربائية لأول مرة. في عام 1958 أغلقت الحكومة التركية صحيفة أوليس التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي للمرة الثالثة على التوالي. في عام 1980 تأسست جمعية صحفيي جيرسون على يد عدد من صحفيي الولاية، وذلك خدمة لأصحاب المهنة والحفاظ على حقوقهم. في عام 1985 أطلق سراح زعيم حزب الحركة القومية أليب أرسلان توركاش بعد 4.5 سنوات من السجن. في عام 1990 أصدر مجلس الوزراء التركي تعديلاً على سلطات الرقابة في حالة الطوارئ ليتضمن السلطة على الصحافة والحرية في التعامل مع الاضطرابات والاعتقالات.